السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتكلم عن كيفية حساب التكامل باستعمال المكاملة بالأجزاء. نبدأ بالقاعدة: لتكن U و V دالتين قابلتين للاشتقاق على مجال E، بحيث الدالتين U بريم و V بريم متصلتين على المجال E و A و B عنصرين من المجال E. إذا التكامل من A B ديال U V بريم ديال X كيساوي لنا U V من A B ناقص التكامل من A B ديال U بريم V ديال X. إذا كملاحظة هنا كيكون عندنا U V بريم، هنا كيولى عندنا U بريم V. إذا حنا غادي ناخذ واحد المثال تطبيقي باش يمكن لينا نفهموا هاد القاعدة هادي. إذا عندنا واحد التكامل E كيساوي التكامل من صفر ل B ديال x ناقص واحد سينوس ديال x دي x. إذا غنحاول نحسبو التكامل باستعمال المكاملة بالأجزاء. إذا في المكاملة بالأجزاء خصني هاد التكامل هذا نرجعو على شكل التكامل ديال u v بريم، يعني واحد الدالة غنوضحها هي u كتساوي u والدالة الأخرى غنوضحها كتساوي لنا v بريم. إذا عندنا u وعندنا v بريم. إذا كنوضعو u كتساوي لنا x ناقص واحد، يعني هاد الدالة هادي، وكتبقى لنا v بريم كتساوي لنا سينوس ديال x. إذا u بريم هنا راها u x في الأصل، اختصارا كنديرو u. إذا u بريم يعني المشتقة ديالها، المشتقة x ناقص واحد هي واحد، و v الدالة الأصلية ديال سينوس x هي ناقص كوس x. بطبيعة الحال هنا اختيار ديال u و v بريم مهم بزاف، لأن إلا قلبنا فأحيانا كتصعب عليا التكامل. إلا درنا مثلا v بريم هي x ناقص واحد، فالدالة الأصلية ديالها غتكون هي x مربع على جوج ناقص x، وبالتالي من بعد ما غنجي نطبق المكاملة بالأجزاء غنلقى بأن يعني العملية صعبة ماشي سهلة. إذا هنا الاختيار مهم، خص دائما الديريفي يعطيني واحد القيمة اللي هي تسهل عليا نحسب التكامل. إذا غنحاولو نطبقو القاعدة. إذا إي اللي كتساوي لنا إكس ناقص واحد سينيس إكس دي إكس من صفر ل بي، إذا شنو غتساوي؟ غتساوي لنا U V من صفر لواحد، إذا U U V. إذا نبدا ناقص x ناقص واحد الكوس ديال x من صفر ل b ناقص التكامل ديال اش ديال v بريم ديال u بريم v ديال u بريم v. اذا ديال ناقص كوس x دي x من صفر ل b. اذا دابا نحسبو التعبير ديالنا، هذيك ناقص نخرجها باش ما تشكلش مشكل. اذا نعوضو بي ناقص واحد في القوس بي هي ناقص واحد ناقص صفر ناقص واحد هي ناقص واحد في القوس ديال الصفر هي واحد، ناقص مع الناقص غتولي هنا زائد. التكامل ديال الكوس اكس، اذا الدالة الاصلية ديال كوس اكس هي هي سينوس اكس من صفر ل بي. اذا عندنا ناقص، عندنا بي ناقص واحد مضروبة في ناقص واحد هي ناقص بي زائد واحد، وعندنا هنا ناقص مع ناقص هي زائد، اذا زائد واحد سينوس بي ناقص سينوس صفر. اذا هنا كندخلو كتولي عندنا بي واحد زائد واحد هي جوج، مع الناقص كتولي هي ناقص جوج، سينوس بي هي صفر وسينوس صفر هي صفر كذلك، وبالتالي التكامل ديالنا غادي يساوي بي ناقص جوج.